انت اسكس قبل شويه ذكرتها، والغنوات دي ذاتها ممكن تكون بالنسبه لنا مصدر ضرر يعني، يعني بنسخ فيها جدا يعني. يعني ممكن يعني تستهلك الخطاب السياسي بشكل حريف جدا حسب الامكانيات اللي انت ذكرتها، ممكن تنشر الخبر فعلا يعني. يعني مثلا مثال بسيط، زملانا نازع عيساوي وكذا وكذا ينفض الاعتصام، عملوا افلام زي مش عارف خفافيش الظلام وكذا وكذا عشان يضللوا بيه الراي العام في انه الاعتصامات دي والمظاهرات دي كلها ما حقيقيه وعباره عن كذا كذا. النتيجه كانت شنو؟ النتيجه كانت فصلوا، النتيجه كانت فصلوا. الدمار كان تام في واحده من اهم ادوات الانقاذ، هي كانت الاعلام اهم ادواته. الإعلام طبعا محرك رئيسي جدا، فعلا قد يهدم وقد يدعم وقد يقوم وقد أشياء كثيرة جدا. حنرجع برضو للدبلوماسية أستاذ محمد الأمين، إذا كان في أمر بيخص دولتين أو على وشك أنهم يدخلوا في حرب أو خارجين من حرب،